أظن الوحدة صعبة ولا إيه؟ جدا. يعني أنا حسيت بحاجات كتيرة قوي كان بيحسها بابا ما كنتش واعي لها وأنا صغير، إن البني آدم لما يكون لوحده تماما وفي المهنة الصعبة دي، ده بيبقى حاجة صعبة عليك، لأن دايما لما بيكون حواليك ناس أنت بيشجعوك، بتقول لهم مثلا أنا طالع في برنامج، أنا طالع في فيلم، أنا مش عارف، استنوني اتفرجوا عليا. فأنا الحمد لله يعني ربنا موجود، بس يعني الحمد انا في الموضوع كله لوحدي، يعني ما حدش مشاركني. فالحمد لله يعني ربنا ما بيبتليش حد بحاجه الا اذا كان هو قوي يعني. وانا يعني متعامل جدا، والحمد لله يعني انا البلد كلها اهلي يعني. الحمد لله كل ما بروح حته بشوف حب من الناس رهيب يعني، لوالدي من قبل حتى ما الناس تعرفني، بلاقي الناس بتيجي تتصور معايا لمجرد ان انا ابنه، وفي ناس بتشوفني اول ما بتشوفني بتدعي له. او فدي عندي حاجه كبيره جدا يعني، عمري ما بحس بغربه او ان انا لوحدي قوي طول ما انا في مصر يعني. ايه التشابه اللي بينك وبينه؟ يعني انت بتقول لي انا مبتلى وهو كان مبتلى، وانا عارف هو كان مبتلى، وانا عارف انك انت مبتلى وعارف، بس انت قول لي بقى ايه الابتلاء المشترك اللي بينك انت وبابا الله يرحمه؟ الوحده. 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 هو قلده في شخصيه، في حاجه هو عملها، بس مش في العموم. طب نختار شخصيتين، السادات وعبد الناصر، ايه رايك؟ طيب بس صعبين يعني سهلين. الجمهور بس يعذروني يعني، انا على قد ما اقدر هحاول. طيب. يعني انا مش متمكن قوي يعني. حاضرينك. خناقه بسيطه في الزاويه الحمراء، غسيل مواطن نقط على غسيل المواطن اللي تحتيه، والظاهر انها كانت ميه مش ولا بد. كل ده عشان تقول ان في مصر فتنه طائفيه، انا بحذرهم جميعا يعني. فقدر يجيب كاريزمته، انا دي حاجه انا ما اعرفش هو جابها ازاي. بس اشتغلت شويه على تون الصوت. طيب نسمع الصوت. بس الجمهور يعذرني طبعا، مش 100%. عذرينك. باسم الامه، قرار رئيس الجمهوريه بتاميم الشركه العالميه لقناه السويس البحريه شركه مساهمه مصريه، ماده 1